يعني احنا كنقدموا واحد الكره حديثه. كنشكر اللاعبين على القتاليه، قدمنا واحد المقابله اللي كانت في المستوى، لولا بعد السهو اللي جا في الدقائق الاخيره هو اللي ضيع لنا النقاط. الحمد لله، ان شاء الله غنتمنوا نعوضوا هاد النقاط اللي ضاعوا في مقابلات مقابله ان شاء الله. الحمد لله، كنشكر اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها في هذه المقابله. قمنا بمقابله كبيره من فريق كبير، فريق الوداد البيضاوي مزعم بطولة. اللي غنقول لك هو ان فريق الوداد عرف كيفاش يخطف انتصار من هنايا. مشكورين اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها، وان شاء الله المقابله القادمه نقوموا بنتيجه بمقابله كبيره ونحققوا نتيجه ايجابيه نرضيو بها الجماهير ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.